في عصر يتغير فيه وجه العالم كل يوم، ها نحن ذا خطونا للأمام خطوة لنكون جزءا من نسيج العالم في ثورته الرقمية، الواقع الذي سخر التقنية لخدمة الإنسان في كل مجالات الحياة. هنا مكة قبلة العالم ومركزها، الإنسان والتاريخ والحضارة وملامح الواقع الجديد وامتداد النهضة نحو المستقبل والريادة. هنا مكة حيث يجب أن نكون وصلاً حالماً نحو أبعاد أكثر رحابة وأسرع جودة وكفاءة، يتماشى مع مخرجات التغيير للأفضل والركض في سباق العالم نحو المستقبل. مبادرة وصل إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي، بدأت فكرة حالمة ثم عمل طويل ودؤوب، ثم ها نحن نقدمها بين أيديكم ولأول مرة بين مناطق المملكة، واقعا سيغير وتيرة العمل والإنجاز لجميع قطاعات منطقة مكة المكرمة. إنها الخطوة الأولى التي ستكون نواة لإبداعات قادمة نستثمر فيها الفكرة ورقمنة الأداء ونواكب ما تحققه المملكة العربية السعودية من إنجازات في طريقها نحو رؤية 2030. شكرا خالد الفيصل، لقد دفعت الإنسان ليفكر كيف عليه أن يعمل. نريد مكة المكرمة أن تكون أذكى من ذكية وأرقى من متطورة. نحن معك نحو العالم الأول. كمنسوب منسوبي جامعة جدا أن نشارك في هذا المشروع الحيوي الذي يأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذه الدورة التي هي عن كيف نكون قدوة في العالم الرقمي. خدمة وصل إن شاء الله ستكون يعني عون كبير للقادة للوصول إلى المواطنين وإلى سماع صوتهم بشكل مباشر وشكل سريع، ورفع مستوى التكافل والتكاتف بين الجهات الحكومية لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات على مستوى المنطقة إن شاء الله. تدشين هذا يعني لنا الشيء الكثير، يعني أن جميع الجهات في منطقة مكة المكرمة ستخدم فيما يخص تتابع المعاملات، وفائدتها أو أكلها وثمارها تعود على المواطن. وجود باب الزقة اليوم في هذه المناسبة هو بمثابة الدعم التمويلي لأصحاب ريادة الأعمال التقنية إن شاء الله، وجميعها تلتقي في وصل بإذن الله تعالى. بدا هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان وسمو وزير الداخلية على تواصله الدائم بين الوزارة والإمارة. وأود أن أوضح بهذه المناسبة أن دور الإمارة الرئيسي هو خدمة المواطن في هذه المنطقة، ولقد رأت الإمارة أن تطرح مشروعا سنويا ثقافيا وفكريا في هذه المنطقة، وكان شعار المشروع في هذا العام هو كيف نكون قدوة للتحول الرقمي. والحمد لله لقد قطعت الإمارة شوطا كبيرا في التواصل مع جميع مؤسسات الدولة في هذه المنطقة عن طريق التحول الرقمي، والحمد لله أن وصلنا إلى مرحلة كبيرة جدا ومريحة جدا. وأهنئ جميع الزملاء من موظفي الدولة الذين اشتركوا في هذا العمل وكانوا سببا كبيرا في نجاح هذا المشروع،
أرجو أن يستمر هذا المشوار، وربما كذلك نضيف العام القادم مع هذا العام تحت نفس الشعار التحول الرقمي، حتى يكون التحول كاملا ليس فقط بين الإدارات الحكومية وإنما بين جميع الإدارات الحكومية والأهلية في منطقة مكة المكرمة، وأن يكون الإنسان السعودي في هذه المنطقة عاملا فاعلا في جميع مجريات الحياة في هذه المنطقة وفي خدمة رقي هذه المنطقة لنصل بها إلى المستوى العالمي الراقي في هذا المجال.